جيد جدا ما يحدث الآن إنه في انتعاشة حقيقية بتشوفها السياحة المصرية بعودة السياحة الصينية. طبعا حصل توقف لمدة 3 سنين تسببت فيه الكورونا، إليه لا يرجعها أيام. آه والله. معانا على تليفون دكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون قطاع السياحة. أهلا بيك يا دكتور غادة. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ بخير والله الحمد لله. والله حاسس ان حضرتك كنت بتضحكي عشان كنت بتكلم على مطاعم الاكل الصيني. مش كده؟ انا عارف والله شغلتي تبقى ودني منتبهه كده. حضرتك ذكرت حاجه مهمه قوي وهو الحقيقه يعني بقدم له التحيه لانه اشتغل معانا في ملف مهم جدا في الوزاره، هو سياحه الطعام. الله. واللي احنا فعلا يمكن الفتره اللي فاتت كنا مفتقدين هذا النوع وهذا النمط من الترويج للأطعمة والمأكولات المصرية بتاعتنا. صح. انت لما بتيجي تسافر بره وبتيجي تقول انا هروح سين من البلاد علشان القهوة بتاعتهم الكرواسون عندهم شكل كذا. أيوة. احنا عندنا العديد من الاطباق اللي فعلا جاذبة للجنسيات المختلفة، وناس كتيرة واصدقائي سائحين بتقابل معاهم يجي يقول أنا عايز أكل الطعمية المصري مش الفلافل. أيوه. الطعمية المصري. الطعمية عايز طبق عايز الكشري، الفطير. هذه الوجبات وإن شاء الله قريباً هيبقى في عندنا إطلاق لمنصة بنروج فيها للأطعمة المصرية بأشكال مختلفة سواء التراديشنال أو حتى المطورة. وبالتالي ده الحقيقة نمط يعني اشتغلنا على الملف ده الفترة اللي فاتت من ضمن الأهداف اللي احنا بنسعى ليها لتطوير المنتج السياحي لاستقدام واستقبال العديد من الأنماط السياحية. طب والله ده كلام رائع جدا يا دكتور غادة. مسألة سياحة الطعام دي انه يبقى في عندنا مهرجانات ومسابقات طعام محلية وإقليمية ودولية وعابرة للقارات، فالحقيقة دي فكرة عظيمة ان احنا، وانا عارف ان احنا كان عندنا فترة من الفترات كان عندنا مهرجانات ومؤتمرات ومسابقات الطعام والطبخ وما إلى ذلك، فالتوسع في ده حلو جدا. وعايز أقول لحضرتك على تجربة يمكن اتعملت في السوق الهندي، يمكن فخامة الرئيس كان الأسبوع اللي فات ضيف شرف على هذه الدولة العظيمة. صحيح. ويمكن من فترة عملنا مع سفارتنا هناك، قدمنا وأرسلنا أحد الطهار المصريين الشاهرين جدا في تقديم هذه الأطباق، والحقيقة الحدث ده لقى يعني صدى ورد فعل إيجابي كبير جدا جدا، اللي مشجعنا إن إحنا إن شاء الله هنستمر في مثل هذه الفعاليات المشاركة مع الدول المختلفة بتقديم هذا النمط من سياحة الطعام. أقول له تعالى دوق الأطباق دي عندنا في مصر، ممكن نعمل كومبيتيشن في مسابقات ما بيننا وما بين الدول الأخرى، الشيفات يتباروا في ان هم يقدموا اطباق بعض. ده زي ما حضرتك قلت كده بالظبط الكالتشر اكستشينج، فتبادل الثقافات والحضارات بين الدول وبين المواطنين وبعض، هو ده اللي السائح بيدور عليه. والله يا ريت، اصل حتى يعني مثلا على ذكر ده، ما هو الكشري اصلا اكله هندي، احنا بقى حطينا فيها التاتش بتاعنا. ايوه. فاتشهر بينا، يعني او الاصح احنا اتشهرنا بالكشري مع انه اصلا جالنا من الهند، بس احنا برضه احنا شعب رهيب والله العظيم. انا اشجعكم على موضوع سياحه الطعام. هنا بقى هرجع يا دكتور غاده على اعاده السياحه او عوده السياحه الصينيه الى الاراضي المصريه بعد 3 سنين كورونا. هل هي عوده نقدر نقول نوعيه، ولا واضح انه هتبقى عودة حقيقية، هيبقى في عندنا حجوزات كتير، هنلاقي طيارات كتير جاية لنا من الصين بمدنها المختلفة، ونجد تزاحم صيني على المزارات المصرية؟ هو طبعا خلينا نحط في اعتبارنا انه الصين 1,400,000,000 نسمة، احنا لو استقطبنا منهم ياريت 10% ده يعني هيبقى تارجت رائع. عايز أكد إن إحنا في الاستراتيجية الوزارة محددين عدد من الجنسيات والأسواق اللي شايفين إنها هيجيلنا نظرية 80% لل 20%، 80% من السياحة بتاعتنا إن شاء الله تيجي من هذه الأسواق. الصين طبعا نظرا للتعداد السكاني
أعداد السياح المستهدفين هناك هي على قمة هذا الهرم. بالطبع هو طبعا السوق الصيني يمكن يعتبر آخر سوق يفتح للسياحة عنده، وآخر سوق يمكن برضو من هذه الأسواق الكبيرة اللي يستهدف إن هو يجي مصر، فكان يجب تقبلهم استقبال مشجع جدا على مستوى على كافة المستويات. أنا كنت في انتظارهم في المطار، يعني كابتن يحيى مصر الطيران كان برضو في استقبالهم، يعني اتكلمنا فعلا على واحد عمق الثقافة بين الشعبين. احنا النهاردة عندنا ثقافة صحيح. وحضارة وأثار وتاريخ في الاثنين في الدولتين قديم جدا جدا، وبالتالي السائح الصيني لما بيجي مصر بيستهدف بالدرجة الأولى السياحة الثقافية، ودي الحقيقة من أنواع السياحات اللي احنا بنتكلم عليها، سياحة غنية، سياحة ذات انفاق مرتفع، بتصب على طول في منطقة الوادي والدلتا، وبالتالي بيتعاملوا مع أهالينا في هذه المناطق، بتتميز بأنه بيجي يشتري، بينزل في إقامات يعني ذات انفاق مرتفع، وبالتالي بنستهدف أنه هذا السوق اللي السائح بتاعه جاي رحلة 13 ساعة، لك أن تتخيل رحلة طويلة شقة، ده لو جاي دايركت، لو جاي بقى عن طريق كونكشن أو كده فهي طبعا زمن الرحلة بيطول. يميزنا أن المنتج بتاعنا دسم، عندنا من الثقافات المختلفة على مدى العصور اللي بتشبع عنده الحب الشغف للعلم ده وللمعرفة الثقافية. عندنا كمان بنتميز بالخدمة اللي في هذه الشريحة اللي بتقدم، وهي دي برضو اللي احنا بنستهدفها. أنا مش عايزة أي سائح يجي بإنفاق ممكن يكون ما هواش المستهدف بالنسبة لنا، وبالتالي اتخذنا حتى في الوزارة ومع القطاع الخاص العديد من الإجراءات لرفع الخدمات في المنشآت السياحية والفندقية حتى تتناسب مع الشرائح السياحية اللي احنا بنستهدفها مع القطاع الخاص. طب دكتور غادة، يمكن صححيني لو أنا غلطان في إنها حضرتك المتخصصة في ده، بس نتيجة الصعود الاقتصادي الصيني المهول أصبح معدل الإنفاق الصيني كمان عالي على كل حاجة في الصين وفي أي حتة بيروحوها، وأصبح في شويتين واضح إنه جانب وشرائح صينية أصبحت بتسعى وراء سياحة الرفاهية. يعني ده بيخليني هنا هسأل الخدمات اللي أنا بقدمها، يعني العربيات الإكزوتيك اللي تخوف دي الصينيين بقوا مهتمين بده، فأنا عايز يبقى في عندي، أو ده أعتبره سؤال، عندي الشركات اللي بتأجر النوع ده من العربيات واللي أقدر أبقى واثق فيها وواثق في مستوى الخدمة وفي طريقة تعاملهم مع السائح، الغرف الفندقية اللي بتبقى يعني ناقص تقول بابا وماما، عندي هذه الأنواع ولا لأ، يخوت فاخرة لو هو عاوز يجي يقعد له كام يوم مثلا في البحر الأحمر، يعني كل الباكج دي يا دكتور غادة حضرتك أدرى مني بيها، بس أنا ألاحظ ده بقوة إنه موجود لدى شرائح صينية. اللي حضرتك بتقوله ده بيصب تماما في الاستراتيجية اللي عايزين نوصلها، هي قد لا تكون متوفرة بكافة الأحلام اللي حضرتك بتقولها في كل المقاطع. في عندنا طبعا شركات وريزورت وخدمات متميزة جدا جدا، ولكن محتاجة تزيد، ومحتاجة حديد بشكل متدرج على مدى السنوات القادمة. بدينا وخارجين الحقيقة من كبوتين ورا بعض، كان في أزمات اقتصادية، كان في عندنا أزمات في الدولة، دخلت الكورونا كمان وقفت النمو في هذا القطاع الحيوي، ولكن احنا بالرغم انه التدفقات السياحية وقت فترة الكورونا توقفت الى فترات ما، ولكن ما توقفتش الاجراءات التنظيمية من الوزارة ومن القطاع الخاص ومن الغرف اللي بيشتغل معاها
بشكل يعني مباشر ان احنا نرفع كفاءه هذه المنشات، ان احنا نبتدي ندعم القطاع الخاص. يمكن الدوله الفتره اللي فاتت دعمت القطاع الخاص في السياحه بمبادرات كثيره تعنى بالحفاظ على العماله، تعنى بتقديم تسهيلات لعمليات التطوير في المنشات الفندقيه. وبالتالي لما عادت السياحه ما حسناش بدروب كبير في تقديم هذه الخدمات. نعم نستهدف السائح اللكشري جدا جدا، وده موجود عندنا في انماط بدليل ان احنا حتى المجتمع المصري بينعم ببعض من هذه الخدمات اللي موجوده. يعني ما اقدرش اقول انها مش موجوده، ولكن بنستهدف زيادتها وحديد الفتره اللي جايه وفقا لاستهدافنا لهذه الشرائح في الاسواق المختلفه. عظيم. وزي ما حضرتك بتقول كده، ممكن السائح الصيني اللي بيدور على اللكشري عايزها بطريقه معينه غير السائح اللي من جنسيه اخرى اللي صح. ممكن يكون عايزها بطريقه اخرى. صح. حضرتك قلت حاجه تانية مهمه جدا، انه يمكن الفتره اللي فاتت كمان اصبح عندنا العديد من المطاعم اللي بتقدم الوجبات الصينيه، يكفي اقول لك ان احنا عندنا ما يربو على 700 مرشد صيني يتحدث اللغه الصينيه. ده يبين لك قد ايه ان احنا ممكن نكون مستعدين لاستقبال عوده السياحه من هذا السوق. ايا كانت التدفقات اللي هتجيلنا منه ان شاء الله هنكون مستعدين لها. القطاع الخاص عندنا في ثقه شديده بانه هيعرف يقدم هذه الخدمه، هيستهدف السائح المناسب للخدمات اللي بنقدمها، وهنبتدي مع بعض هنبني منتج سياحي متميز يقدر يعود بالواقع الإيجابي على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة بإذن الله. بإذن الله. أشكرك جدا يا دكتور غادة، وأوصيكم الصين الهند روسيا التلاتة عندهم شرائح قادرة على أنه تيجي تستمتع بسياحة الأثرياء زي ما الكتاب بيقول. أشكرك جدا دكتور غادة بجد يعني كمان على وضوح هذه الرؤية، وأظن أنه حتى معالي وزير السياحة والأثار كنت التقيت بيه مرتين، منهم مرة اتكلمنا في القصة دي، والراجل الحقيقة بالعقلية بتاعت من أتى بخلفية مصرفية بنكية ناجحة، ودي مهمة جدا، هو فاهم كويس الكلام ده وبيشتغل في الإطار ده، وبالتالي تلاقي الوزارة بتتحرك في هذا الاتجاه وبقوة.